تؤكد أن الأمير القطري أبدأ توسطا بشأن إعطاء اللجوء السياسي لبعض القيادات الإخوانية المصرية في تونس. نحضر الاجتماعات ونخرج بفكرة، نقرأ بعض الصحافة وندوخ في أمرنا. يعني لا أدري من أين يأتي هؤلاء بهذا الكلام وبهذه الأخبار، لكن يمكن أن نؤكد لك أن هذا الموضوع لم يقع التطرق إليه مطلقا وغير مطروح مطلقا.